ياسرين يوسف اللي عملت دور مهم وقوي جدا في رمضان في مسلسل الصعلوك. تمام كده، احكي لي شويه عن الدور. انا كنت عامله شيرين جلال المحاميه. هي المفروض محاميه تعرضت للظلم والقهر ان باباها بيشتغل في المجاري نزاح. كانت مجتهده جدا في جامعتها لان هي كانت عايزه تقدم في النيابه، رفضوا بسبب شغله والدها. وده اللي حصل قريب، حصلت الحقيقة بالظبط. انا كنت بصور تاني يوم الحدث ده حصلت، حتى قلت الاستاذ محمد الحناوي ده لسه امبارح حاصل، يعني سبحان الله. انا الموقف ده طبعا انا ضده تماما. يعني انت في الاخر انت بتحكمي على البني ادم مش بعيلته مين ولا عندهم كام ولا هم اغنياء ولا فقراء، هو ايه واهله ربوس، ده اللي نقدر نحكم عليه البني ادم. لكن ولا بالفلوس ولا بالعيله. كم ناس اغنياء جدا واهاليهم ليهم اسماء، لكن هم مش ولاد ناس لان هم مش محافظين. فشيرين اتعرضت لقهر وظلم. كانت بتحاول بقى تنجح بكل الطرق، تقف جنب اهل حتتها، تساعدهم في مشاكلهم، وعايزه تثبت نفسها، لغايه لما وصلت ان فؤاد يكن اللي هو كان عامل دور استاذ فراس سعيد كان عايز يستغلها ان هي تقنع اهل حارتها ان هي تشتري الاصوات بتاعتهم علشان الانتخابات. هي اكتشفت ده متاخر. هي كانت طبعا اسعد واحده في الدنيا ان هو هيشغلها عشان كفائتها وان هي خلاص هتحقق احلامها. اكتشفت بعد كده ان هو بيستغلها علشان اهل حارتها، علشان ياخد اصوات اهل حضرتك. و بصي، يعني باختصار شيرين جواها كم مشاعر متناقضه، حاسه بالظلم ومش عايزه الناس تتظلم، اتجرحت في حبها وعايزه الناس تحب، عايزه تنصر الحق ومش عايزه سلطه المال والقوه تيجي على الغلابه وتكسرهم، بس في نفس الوقت عايزه اهل حارتها ياكلوا ويشربوا ويتعالجوا لانهم فقراء وبيموتوا من المرض والجوع والفقر. فهي كل الصراع ده جوه شيرين. طب ايه الجديد بقى بتاع نسرين؟ ان شاء الله انا عندي مسلسلين ان شاء الله، لكن لسه ما اعرفش هيتصور امتى، ما اعرفش وقت العرض امتى. اساميهم ايه؟ انا ممنوع اتكلم عن خالص اي حاجه فيهم. انا نفسي اقول لك كل حاجه. لكن حصري للجورنال. طيب يا ريت والله. انا نفسي يعني عارفه اللي هو ماسك السني بالعافيه. لكن فعلا يعني ولا حتى تقدري تقولي مين النجوم اللي انت معاهم؟ المنتج يعني انا ما اعرفش، هو طبعا ليه وجهه نظر وانا لازم احترمها، بس يعني يا استاذ نفسي اقول، نفسي اتكلم. طب قولي حصري للجورنال مين طيب النجوم اللي انت داخله معاها؟ بلاش عن المسلسل، ان انا اتكلم على اي حاجه، ولا جهه الانتاج ولا اسم المسلسل ولا اي حاجه. تمام، نحترم رغبه المنتج. مضطر. لا، لازم نحترم رغبه المنتج. بس ان شاء الله ان شاء الله اول لما تبتدي تصوير ان انا مسموح لي ان انا اقول، هقول لكم انتوا اول ناس، ده وعد ان شاء الله. طيب السينما يعني كانت بدايتك سينما؟ يا رب بقى، مستنيه يا رب ان شاء الله. ما فيش حاجه جديده في السينما؟ لا الحقيقه. بما ان مسلسل الصعلوك فتح لك تجربتين، مسلسلين جداد احنا ما نعرفش عنهم حاجه، بس ان شاء الله في القريب هنعرف يا رب. انت كان بالنسبه لك مسلسل الصعلوك كان شعورك منه ايه؟ بصي طبعا انا كنت سعيده جدا لان دي يعني بعد ما قعدت 3 سنين، فرجوع قوي مع استاذ خالد الصاوي، مع محمد الحناوي. كلنا شايفين اعمالهم بتحقق اكبر نسبه مشاهده، فطبعا كان شرف كبير ليا. كنت سعيده، مش عايزه اقول لك السعاده اللي كانت عندي بجد، وكنت خايفه بجد، وكنت بذاكر 24 ساعه، وكل شويه اكلم استاذ محمد الحناوي واساله على الجمله دي على المشهد، لاني كنت اي ممثل بيحس بالنجاح ان هو يجسد الشخصيه لحم ودم اللي في خيال المؤلف، فكان مهم قوي بالنسبه لي الموضوع دوت ان انا اوصل لخياله. فالمسلسل دوت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي.